ترويزيام بارتي منتو ناف ومازال الحب والجو والورد والقلوب والاحمر متواصل. قبل كان العرس يصير تقليدي كيما العبد الكل، الراجل ما يعرفش المراه اللي باش ياخذها، كيف كيف المراه ما تعرفش الراجل اللي باش تاخذ. ومن بعد كان نهار العرس فوالا. وتجي سوربريز، تنجم تجيك حاجه باهيه. يبدا الجمهور ويخرج العروس، يخرج العروس نهار العرس، اعملوا يبداو يدوا على قلبه مقداد يهز، يجي لك الواحده نتاع المراه. يا بابا عليها شكون اختارها يا امي؟ علاش هكا شو حبش بيه؟ ولا ترجع لي باش تطيح لك يا مقداد. ما واش ما عنديش حبش بيبي حسر عليك. انا ما صبت تعمل بالعكس. معناتها يغموا لك راسك انت بكلاست نحله ومن بعد جي بعد جي وجهها تتكشف. اعوذ بالله. وجهها مع انت تقول اعوذ بالله على اميره. ما حبش انا نعمل دوينه راهو انا جست نسالو برا. واش تعمل؟ الجمال جمال ما تحبش تجاوب مسكينه ريت يظل لي جمال جمال مداني. وضحكتك برجة هذايا مش توب. يلا حسيلو خلينا نكملوا. من بعد تطورت الحكايه وليوا يتعرفوا على بعضهم في القرايه، يتعرفوا على بعضهم في الخدمه. في الحومه. في الحومه صحيت، تقابلوا مع بعضهم في المارشي، تقابلوا مع بعضهم في العطار، تقابلوا مع بعضهم في القرايه، كل مره في بلاصه مكتوب هو. وزاد كيف كيف زادت تطورت الحكايه، توا ولاو يتعرفوا على بعضهم باش؟ بالفيسبوك. بالفيسبوك والانستغرام. هذاك علاش انا ليله باش نستقبل مريم وفهمي. بيكم انت على اليمين فهمي. مرحبا بكم مريم وفهمي، انتم كوبل تحفون برشا. اقعدوا الساعه واشربوا عرقكم. الله لا يفرقكم، راهو للضروره الاخراجيه فقط. نسيت هكا مقابلين بعضهم نقصهم برك بحدا واجهه وامير طم بعد رجعوا بعد طرفي هكا لبعضكم. نسيتش هكا نقصكم هوني ذولي طاوله وشمعتين وعشي وبرشا حكي هاكا احتفلوا بعيد الحب حذينا الليله. مشيت معك. مرحبا بكم. دونك انتم كوبل تعرفتوا برشا في الانستغرام، قصه الحب نتاعكم مش ضاربه بركه، غادي من ضاربه. خلينا نشوفوا الاكستري ومن بعد نرجعوا نحكي. لي حوادث الحب كأنما هي تقع لتغيير من الحياة في أيام قليلة، ما يغير العمر الممتد في سنوات متطاولة. هذه مقولة على الحب للمؤلف المصري مصطفى صادق الرافعي. أما خليونا الساعة نحكيو على الحب في تونس، واليوم اخترنا لكم أكثر كوبل يتبعوا فيهم 164,000 تونسي على انستغرام. مريم 23 سنة وفهمي 28 سنة، هما في الحقيقة صحاب، هذاك علاش أحبهم كبير. وقصتهم مش كيف الكوبلوات الكل، تعرفوا على بعضهم عن طريق الفيسبوك. علاقتهم دامت 9 سنين، وفي ديسمبر 2017 شاركوا في برنامج تلفزي اللي تمكنوا من خلاله باش يتوجوا قصة حبهم بالعرس. واليوم عندهم بامبينو صغرون اسمه عبد العزيز، ثمرة حبهم القوي هذا. مريم وفهميتش كيف ما تتربش بيه هي حاضرين معانا الليلة في البلاتو، والأكيد نحب نزيد ونعرف منكم أكثر تفاصيل على علاقتكم الحلوة هذه. مرحبا. مرسي إيمان بوزيديا على البورتخيذ، إن شاء الله يكون عجبكم. هكا لمت لكم الانستغرام الكل وحطتهم لكم في البورتري. سي بون. قداش كاين عندكم انتم من واحد يتابع فيكم على الانستغرام؟ 146,000 نورمالمون بعثوا 9 باش يولي يظهر لي. عاملين كونت واحد مع بعضكم زوج؟ اي اي 147,000 عين راني راني. اي نحن ردوا بالكم. ان شاء الله اللطف عليهم وربي بعد عليهم العينين. اما هو قلت لي برشا عينين دخلوا بعضهم دوك ما عادش ياثر فيهم، ياخذوهم كل بعين ما عادش تخطف. ثم ارقام تدل على حاجات راهو يا استاذ، معناها 146,000 اهتموا
بالكوب المحلاكم الجون هذايا معناها فما برشا حرمان في الحبه في تونس. مش حرمان ماشي الاهتمام هذا الكل زعما حسب رايي الحقيقه مش حرمان معناتها اللي كوب التوانسه ماذا بهم ديما يلسو بروتيج الكلمه قالها امير عنده الحق يخافوا من العين احنا التوانسه نخافوا برشا من العين وتو في وقتنا تو اللي لقى طفله كيف ما يحب هو ولا تلقى طفله معناها كيف ما تحب هي على كيفها كي وتحبه كل شيء ماذا بها تحافظ عليه الماكسيموم انت لقيت طفله كيف ما تحب انت هيا هي اللي فهمتك نعرفها هيا شنو اللي يعجبك فيها؟ سامي ايه ولا ايه؟ عندكم 10 11 ساعة نبدا شوية 11 ساعة يا غالي شوية باش نلخص فيهم وانت مالا ماريو ما شنو هي الحاجة اللي تحبهم فيه؟ كل شيء اون فيت هو رجل احلامي كالي عرفتها كدوبا ما تبدا في البيريود هذيك كالي تعرف فيها الدنيا وتعرف شو معناها راجل تعمل راجل احلامك في راسك وتحل عينك تلقاه ودنكو يا يما كنت رجل صغير انا جربت 10 سنين تالي 10 سنين تالي كنت رجل صغير انا وقتها لا توا اسمعني شنو نقول لك ترى الكلام هذا انا راجل كبير ما يتعداش عليه الكلام هذا يا اخي زعما لو بارفي ما فيش حويج اكيد فهمت يعطينا حاجه من حاجات الكامل لله صعيب برشا فهمي صعيب صعيب مخيار اي مخيار برشا صديق علاش احنا عملنا انستغرام كمارة وقبل كنت انا مغرومه برشا بتصاور ونحب ديما نهبط تصاوري وكويسك هو مخيار وليت اقترحت انا حكيت لك انستغرام كمارة كلي معاش كون نسيت ومعاش كون جي وش بيه ولد عمك بعث لك مساج شبيه ولد خالك بعث لك مساج ما نعرفش الانستغرام كنت انا قبل عاد مره نلقى كي دخلت الانستغرام في الاكتواليتي جاب كل مش شامي معاك وتلقى معناها خرج نلقى واحد بيسكليه انا شنو سكر وفسخ وسكر التليفون وطيش من الشباك بيا خلونا نرجعوا من الاول بالكل وقتاش تعرفتوا على بعضكم وكيفاش تعرفتوا على بعضكم وقتاش صار الكوت فوتر كوت فوتر صار والله شوف فيسبوك عندها تصويره هي معناتها ملي صغيره مغرومه بالبانتور انا تصويره حدا بانسو في خشمها كي ما ننساش تصوير انا وسامبل على الاخر وقت صغيره لما كاج لا شيء شعرها كاكا وبانسو وكلها بالكريليك وكل شيء اخي انا شفت هي عملت كومنتير ان اخويا وقت عملوا له مشكله مشكله عملت ستاتيو هي عملت كومنتير لخويا صغير خاطر خويا صحاب انا بريسك فرد حومه نسكن شفتك التصوير هذيك انا وكنت ياسر بليد انا من قبل ديريكت اجوتيتها هي اكسبتيت نطلبتها في الفيديو يا خويا مش في الفيديو ما فماش في الفيديو نيجي في النمر عرفتها ما فماش في الفيديو وقتها طلبتها في الفوكال معناها قبل ما فماش في الفيديو انترفون دار الو الو خش في التليفون وحليد قلت له روحي اول مره روحي والله اسقط لي روحي هما يقول لك اسمع كلمه عليها ملك وكلمه عليها الشتاء وهكا الحمد لله قداش عندكم تو معرسين؟ عندنا عامين داخلين في العامين معناها وقبل العرس قداش عندكم ببعضكم؟ قبل العرس بالضبط 9 سنين وبعد العرس عام وشوي معناها صغار بالكل 9 سنين عمرها 23 سنة معناها صغار صغار معناها يظهر لي أول حب في حياتك أول علاقة في حياتك حل في عينيك أول كل شيء زوز احنا أول كل شيء معناها من الأول بالكل من الأول بالكل وعمركم عمركم ما خلقتوا من بعضكم حتى فما شكون يقول لك معناها الغولاسيون كي تفوت 3-4 سنين تولي روتين وتولي سي بون كشعلة الحب هذيك تطفى توا يا حنان توا يا حنان هما الاثنين تبارك الله صغيرات كي يلقاو بعضهم على الفيسبوك وانت تحب على الرويج لو كان جوجل قدامك ديتاي عاد هي زاد في الانستغرام انستغراموز هي حاني شو انستغراموز انستغراموز اليوموز كوافوز كل مع الوزن الاز باش نقول نعقب على كلامك بالحق سي تريز امبورتون معناها نعقب 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 المشاكل سيصير وراء معناها مش نزيد انا حاجه كبيره الناس الكل تعرف على الحاجه هذيا معناها كيفاش تتعداهم معناها تصير المشاكل وتصير ولا وتصير بالمحبه ما تصير المشاكل وتصير هذيك اللي تبرد شويه الغولاسيون يصير لي ريكول هذوكم يصيروا عادين على الاخر وهذوكم هما اللي يخليوك من بعد معناتك تعمل الريكول نتاع نهارين تعمل بهم بعد 3 سنين سوفل معناها القدام فهمت تولي معناها تمن بالغولاسيون بالفازات هذوكم معناها شكون يقعد كل يوم حب وعسل باش تخلق منه معناها اكيد باش نكملوا نحكيوا معاكم على قصه الحب الشيقه هذيا والمزيانه برشا اما قبل كل شيء خلونا نتعديوا لاكسيون غوتاراكت النصر كنا حكينا على الدون دو شفو كنا حكينا وقلنا اللي تنجموا تمشيوا لو 16 فيفريي لتونيس سيتي وتتبرعوا بشعوراتكم كما كانوا بحذين ليندا ورانيا وسلمى وتبرعوا بشعوراتهم وانا توا باش نستقبل بحذين فرح ثابت ونوال عزيز باش يحكيوا لنا اكثر على الاكسيون هذايا
بكم نوال. مرحبا بك. كيف كيف فرح؟ شكون فرح؟ شكون نوال؟ انا نوال. انت نوال وانت فرح. لو كان تحكي لنا اكثر على لاكسيون جينيرو هذيا، واحده فيكم تحكي لنا ساعه. دونك لاكسيون جينيرو هي سيتان دون دو شفو باش نعملوا بيهم دي بيروك بور لي انفون اتان دو كانسير. باهي لو كانسير فيه برشا مراحل. بعد الشيميو الصغار يفقدوا شعرهم، دونك حابين نعاونوهم في الجانب النفسي نتاعهم كي نعملو لهم دي بيروك باش ينجموا يتاقلموا مع الصغار اللي كيفهم، ما يسالوهم وين شعرك وين شنو اللي صار لك، دونك باش يعاودوا يرجعوا للانفيرونمون نتاعهم، ترجع ثقتهم بروحهم. خاطر نحن نهنبوا الجانب هذاك نتاع الاستيتيك وكل شيء، نقولوا حكايه فارغه وكل شيء. نحن تظهر لنا حكايه فارغه خاطر شعرنا معناتها مازال عندنا وموجود، وقت تحب تقص شعرك وقت تحب تطوله زاده تنجم. اما باغ كونطخ هو شعره فقده مش هو اللي حاب يفقده، وما نجمش هاتو مامون يرجعو. اون بلوس لي بيروك سي با ايفيدون نسكول تنجم تمشي لي بيروك، نحكيو شوفو ناتوريل غاليين، وهما ما ينجموش يحطوا اي بيروك وكا هو، معناتها لازموش يكون سانتيتيك، لازم يكون ناتوريل، ومعناها وماذا بيهم زاد يبدا اون بون ايتا، ما يبداش ابيمي مثلا الشعر ولا حكايه. انتم زاد قلتوا اللي من بين ثمانيه و 15 ضفرة البيروك. فوالا. وقداش من سنتيمتر قلتوا؟ 20 سنتيمتر نورمالمون. مينيموم 20 سنتيمتر. داكوغ، دونك واللي يحب يتبرع وين يمشي؟ دونك ان شاء الله ليفينمون نتاعنا لو 16 فيفري في جيان تونس سيتي. يوغا فريل ستوديو سور بلاس باش تقص الشعر، باش نبداو نحن غوتاراك تونس ناصر وزاد لاسوساسيون سليمة، خاطر اون كولابوراسيون افيك لاسوساسيون سليمة. Voilà, donc le 16 février, samedi, في تونس سيتي. مرحبا بكم نسكول. ديجا فما عبيد كلمونا قاعدين يتبرعوا كل شيء، نحبوا نشكرهم فريمون، خاطر سي با ايفيدون باش واحد يقص شعره يبدا طويل على الاخر، راهم يقصوا. لو كان تقول لنا على الرقم زاده اللي ينجموا كيفاش ينجموا يتصلوا بكم. فوالا عندي الرقم هوني اللي هو 22 22 880 505، والا يدخلوا على الباج فيسبوك الاكثر تفاصيل. فوالا جوست جي voulu inviter le mojtama al madani ou les investisseurs. Et d'ailleurs, nous avons aujourd'hui travaillé sur le côté psychologique de l'enfant. كان نجموا نخدموا مع بعضنا حاجه للعلاج نتاعهم ولا حاجه نجم نزيد تعاونهم اكثر. اون اوفير بور تو كولابوراسيون اي ميرسي رانيا، ميرسي بوكو، ميرسي فرح. بصح تو لي كلوب هذوما غوتاراكت وليو كل خاطر تعملوا في خدمه طياره وديما يمو كونتاكت وانا جو بارتاج خاطر فريمون فوز ات اكسيبسيونيل وبرافو لا جونيس تونيزيان محليكم والله برافو. برافو يعطيكم الصحه. وجهه الجمعة اللي فاتت شفنا بنية صغيرة قصت شعرها سلمة. اليوم نشوف دو جون يعاونوا عاملين اسوسياسيون باش يلموا شعورات باش يعملوا بيروك. منصب نشوفوا اصحاب تبارك الله الاموال الطائله، الناس اللي عندها برشا فلوس كيما يعاونوا في الكوره باش ها والاحزاب باش ها نجموا زادا يعاونوا الناس باش تساهم باش تساهم صحيح فوالا باش تساهم في لي غوشيغش للامراض المزمنه بالسرطان وامراض اخرى زادا اللي العباد مستحقه برشا برشا للدويات. واكيد فما برشا عباد يظهر لي يستحقوا انهم باش يعملوا عمليات والتكلفه نتاعهم غاليه برشا ولازمهم يطلعوا لبرا، وفما زادا دي بروسيدور وفما برشا مشاكل ما بون تو يجي وقت ونحكيو فيهم خاطر سوجي يطول شرحه. اما كما قالت وجهه ماذا بينا رجال الاعمال واللي عندهم فلوس اللي حتى ما عندوش البرشا يعطي شويه. ميرسي بوكو البنات، فرحانه برشا انتم جيتوا. ايوا نرجع لكم للزمور. ماهيش مفلتتكم. انا مش مفلت، انا عجبتني قصه الحب.
وين نحبك هي كي تبدا قصه حب تبدا مطوله قبل العرس وتكمل خاطر الصغار. وان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم والله لي مش ناخذكم بعين. الله يبارك. خذنا بعين خاطر كي دخلنا بعين زيد تكبر. مهدي شنو الطرائف اللي تتذكرني عم تهم لك فهمي سامح شكون مهدي فهمي لو كان أو الأشعات تبدأ من رأي الأشعات مهدي قد مهدي ماركي عندك مهدي بيعطينا حاجة مثلا ما عجبتكش عملتها بر برشا حاجات عندك حاجة تضحك يمكن حاجة تضحكة كي عرسنا سفرنا أنا وياها مشينا لباجدو نوس كي تركيا كي زويبلة الكل مشينا ما زويبلة بالحق كيفكم مشينا بلاش فهمت عاد نحوسوا مشينا بلاصه بورصه فيها ثلج وكل شيء نمشي وهي ورايا تمشي ورايا ونمشي ونحكي ونوايا نمشي ونمشي ونمشي نحكي وبعد ما قيتهاش لفت ما قيتهاش وفيت مواد هو في بلاش حطينا طويل نقزت الواد تعديت وهي تمشي على خطوتها هاي مسكينة مشيش نهزها وهي انا لاباري فوتو شريتها هي غاليه مشيش نهزها فتفجعت كي جبتها تحت في الحفره مشيش نهزها قالت لي اللي هز لاباري وانا مشيش خليني هي البورصه ان توكا كلها ثلج وتزلق برشا معناها وين تمشي لازم اوب 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 دونك انا لي ما ميسالش ازلق وتحكي ما تحب وان شاء الله في لاباري ولا فيها يا خويا اي في لاباري خايفه على لاباري بي مزنا باش نحكيو على الحب وباش نستقبلوا مع بعضنا ايمن المصري السلام عليكم السلام عليكم قبل اي حاجه يا جماعه قبل اي حاجه احنا في عيد الحب لازمنا بقى ايه شويه حاجات كده عشان نعملها انت عندك خلاص هذيك نتاع مليك نتاع حموش انا شو مدخل استني جعفر تعال نكمل فرح كمل الف الف مبروك طبعا والناس الجميله اللي ورا دي لازم كله ياخد طبعا اتفضل يا باشا اتفضل مش كتير والله ما عنديش كتير انا ما عنديش كتير والله ربنا يخليك يلا 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 يا باشا اتفضل يا باشا اتفضل يا باشا اتفضل يا باشا اتفضل يا باشا ولا يهمك يا معلم ولا يهمك ولا يهمك اتفضل 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 كل هياخد ايوه لينا مغشى شنو الديسكريميناسيون هذايا شنو التمييز العنصري هذا مش معناه انا ما عنديش هذه الساعه نتاع حموش نتاع مليكة حموش ده 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 شفت الجالونتري جزائر ومصر يعني ماشية عادي يعني شفت مش نحنط هذي كل الناس هنا بتحب يا جماعة ايوه يا نهار اسود ما فيش حد بيحب حد خالص كلهم بيحبوا كتير كلنا نحب كلنا بنحب كلهم بيحبوا ماشي يا جماعة يعني هنتكلم النهاردة عشان احنا في عيد الحب هنتكلم عن الحب اكيد يعني النهاردة الحب قبل الجواز وبعد الجواز وفي آخر الجواز انا الكلام مش ليك يا باشا يعني مش قصدي والله حاجه الحب قبل الجواز يا جماعه الست بتقبل باي هديه ما تيجي نشوف بتعمل ايه اتفضل يا باشا اشهد ان امراه اتقنت اللعبه الا انت انت مش قوي كده يا ايمن انت طب اي حاجه طيب اي حاجه وحشتني حبيبي ده الناس كلها بتحب بعضها في اليوم ده في ايه وحشتني ايه المشكله يعني مش بنحب بعض بقالنا سنين عارفه بنحب بعض بقالنا سنين بس مش قوي كده يعني افواره في الموضوع في افواره كتير بس انا عارفك وتتكلمي ازاي ثواني وريني حبيب قلبي يا غالي حبيب قلبي يا غالي اقسم بالله وجعت قلبي ايه ده يا حلوه لا وجعت قلبي بجد ما مشيش معاك القلب نخش على التقيل ايه الدبديبو الدبديبو ايه الدبديبو الدبديبو ايه الدبديبو دبديبو يا دبديبو لا مش قوي كده يعني عادي ماشي يعني مش بطال يعني ده انا ما جبتوش احمر زي ما كل الناس بيجيب ده انا جبته بني ما يضرش بني والله ما عجبكيش برضو طيب ماشي ماليش انا في الجو ده يعني انا هجيب لك من الاخر انت عايزه من الاخر عايزه من الاخر هوب اسويره دهب عيار 24 اقسم بالله ب 2000 جنيه سالفهم من اخويا بالعافيه ميرسي
مفيش حبيبي ربنا يخليك ليا. ماشي يا حبيبي مش بطل. ماشي يا حبيبي مش بطل. شوف يا بنت الناس، انا عرفت اخرك ايه، دقيقه واحده وراجع لك. يلا بسم الله. لا كل انت مش عارف فظيعه، اقسم بالله فظيعه. حسني قوي، حس ايدك كده، حس ايدك. بتحبني انت صح؟ اه بموت فيك. انا ذكرتني في ضحى النجار زميلتنا. ها؟ ذكرتني في ضحى النجار زميلتنا. اه ضحى لبلابي بالليل والصبح. صحيح تغريها ببيتزا. خد بالك يا باشا الدباديب والحاجات دي مش هتاكل معاها ان شاء الله. ماشي بعد كده يا باشا نخش على الجواز بقى. لما الناس اتجوزت بقى وبسم الله ما شاء الله، شوف هيبقوا عاملين ازاي بعد الجواز. ساعات بحب عمري وعشق الحاجات. ازيك يا حبيبي؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طب انت مش ناسي حاجه النهارده؟ انا الحمد لله ما بنساش، وانا الحمد لله معروف عني اني ذاكرتي قويه جدا. الحمد لله فلوس العيال والمصاريف بتاعت المدرسه دفعتها، الكهرباء دفعتها، الميه دفعتها، فلوسي كبتي الشخصيه نفسها سبتها لك فوق الدولاب. انا ما بنساش حاجه الحمد لله. طيب قرب لك بقى يا حبيبي. 14 فبراير. 14 فبراير؟ اه مش بيفكرك في ولا حاجة؟ لا طبعا بيفكر. هو دي حاجة تتنسي؟ هو دي حاجة 14 فبراير دي حاجة تتنسي؟ لا طبعا. 14 فبراير سنة 1876 سجل جراهام بيل بأول براءة اختراع ولا أول براءة الهاتف، هو اللي عمل الهاتف سبحان الله. كمبيوتر موسوعة حيط. طيب يا حبيبي أقرب لك معلش. طب بص كده اللون الاحمر ده ايه؟ اللون الاحمر يستخدم بكثره للانذار وللعمليات الخطره في الشارع على فكره، يعني اللون مهم جدا، لازم دايما تلبس احمر عشان الناس تخاف منك. تبقى ماشي في الشارع كده الناس خايفه منك. هو الخاتم في العهد البيزنطي كانوا بيسميه في العهد الاموي ولا البيزنطي ولا مش فاكر، بس هو في العهد الاموي. وباقي مش في لا 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 مش فاكر. هو الحب بيروح، انا ما اعرفش بقى هو الحب بيبقى موجود ولا بيروح. الحب بيبقى موجود ولا بيروح، ده اللي هنشوفه دلوقتي. الحب موجود ولا بيروح يا جماعه؟ نشوف. موجود موجود. عندي بيت ام فاروق هاي ها، والشجره طلعت برقوق هاي ها. عندي بيت ام فاروق يا روس يا ابو ناس بنايل، والدلع يا روس يا ابو ناس بنايل. سك 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 في الخرابه هاي ها، ومراتي لا حماتي طلعت نصابه. الدنيا ماشيه بظهرها حطيت عليا حبيبي النهارده لازم تعرف انا بحبك بحبك حب محبوش حياه. امسال امسال. انا موكوسه، انا عارفه ان انا موكوسه، انا عارفه ان انا موكوسه. من يوم اللي عارفه اللفه كده قولي يا لد ان انت موكوسه. يا بنتي في ايه في ايه؟ ده انا جايب لك هديه عيد الحب الفالنتاين دي. يا حوض الثاني يا يابا. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. في ايه يا وليه؟ في ايه يا وليه؟ انك اللي انت عايشه فيه ده؟ انا متجوز الالماني. في ايه كده يا ايمن؟ تخش بالجزمه وانا لسه ماسحه البيت؟ يا لهوي. كل ده عشان الجزمه وجايب هديه في عيد الحب؟ الله يخرب بيتك. الله يخرب بيتك. شوف شوف كده زي ما شفت حاجه. مها قال لي عيد الحب زمان
ما كانش فيه زي دلوقتي دباديب ومواضيع. ازاي بقى كنت تعبر لحد عن حبك زمان؟ كل يوم وكل ثانيه وكل ساعه وكل شويه وكل دقيقه. الانسان اللي يحب ما عندوش وقت، ما عندوش ميعاد. الحب وحده ينبض. فما ناس بطبيعتهم يحبوا العباد، بطبيعتهم حتى كي تغزر معناتها للهيكل نتاعو تعرفوا إلي جينيرو، معناتها جينيرو معناتها كريم، صحيح كريم، اي معناتها مشاعره فياضه سخي، فما اي سخيه المشاعر نتاعو، يعطي ما يخممش ما يحكرش، فهمت؟ ولا تربطوا بهدايا ولا حتى شيء. هو صحيح تهادوا تحابوا، لكن في كل الاوقات علاش تحب تربطها لي بالظرف والمكان؟ فهمت؟ انا ضد هذا الكل. زي الفل. استاذ مقداد، زمان كان الاغاني والمزيكا كان في كلمات للحب كده زمان، يعني أي. دلوقتي اتغيرت ولا ايه النظام؟ لا، على ذكر الكلمات والاغاني، كانت العباد تفهم الكلمه وكانت الكلمه تخرج كل كرتوشها. ماله؟ قال لها وقف خزر لها من بعيد، قال لها وقت هو حبيبته هي، قال لها وقتاش نتقابل؟ قالت له حتى اللي نقى وقت، اي تو وقتاش نخرجوا بعضنا؟ حتى اللي نكلم بابا، وقتاش حتى حاسيلو كلاته بحتى. يا اخي جا في فرح يخزر لها من بعيد، ايش قال لها؟ قال لها انت جيتي بحتى وحتى جتني بعيده. حتى نسوق السوق حتى ونشتري محبة جديدة. الله. معناها شو الكلمة؟ يعني باش تفهم الكلام معاك كان عنده قيمة. توا تحكي معاه 8 سنين إن شاء الله حتى تفهم. أول هدية، أول هدية عيد حب جات لي برشا شوكولا. أنت ولا مش أنت؟ برشا شوكولا. خلي أنت ولا مش أنت؟ علاش هكا؟ علاش؟ علاش؟ أول هدية سعيدة جاتني من عند ماما. طب زين، خاطر كل عام تهدي لي. هكا مشكور قبل. نبوسها برشا. هو هدية اللي يهديو فيه شوكولا. والله أنا وليت مستعرفة به. حنان، الحب بيتغير قبل الجواز وبعد الجواز ولا بيفضل زي ما هو؟ اوه يتغير برشا زاده. ازاي؟ قبل الجواز الكادوات والبارفانات والفواياجات، وبعد كادو يولي نعرفش زبك وزبده. حتى تفكروا، حتى تفكروا. والله حتى تفكروا. باكو حليب بالبوشون اللي ما عادش فما توا، هذاك يولي كادو طياره. شويه باجيت وهو معدي. امير حبيبي، الهديه ترمز للحب؟ نعم. الهديه ترمز للحب؟ ترمز للحب اكيد. هاي كي تحب عبد برشا تهدي له كادو ثمين برشا، خاطر تولي تسعى انك تجيب له كادو. تعرف خاطر شنو كادو غالي؟ سكو ما ينجمش يشريه هو، ما تبدا في مستوى معين. قد ما تبينه اللي انت تعبت تشري له الكادو هذاك، قد ما يفهم اللي انت معناتها حطيت من قلبك ومن وقتك برشا باش نجم تخليه يرتاح. حسيت في الميساج هذا لشكون ما نعرفش عليه. والله يا سبحان الله، جميع محطات وماذا بيا ثمينه. احنا العباد ما تعرفش في عائلتنا عندنا عائله راهو بيزار برشا وغالطه على المجتمع، عندنا مجتمع وحدنا. لا نعملوا لا عيد حب لا انيفرسير لا عيد صغير لا عيد كبير لا عيد متوسط لا عيد شجره لا عيد ما نعمل عاد شيء، ولا عندنا لا عيد حب. لا تفزك ولا تبكي ولا ترقد ولا تقوم ولا تقعد. لا تفزك ولا نقابلوا بعضنا ما نقابلوا الجمله. هذول تعملوا لهم شويه جو بالحق. ما عنديش عيد حب وعمري ما هديت عمري. هديوا لي مره بركه شركه وجاتني بعد جمعه قالت لي رجعها لي رجعت. زي الفل. اول عيد حب ليها كانت شوكولاته. انت كانت ايه اول هديه لي؟ محفظه. تفسر لوسي بالمصري، هو مقيم عندنا نقول له ستوش. ستوش ستوش بوشيت. ثلاثة أيام مقدام. شوية بدي ماسك معناها مش لازم نقول الماركة، ما حاجة قيمة عندنا. زي الفل. واجهها ستوش. تفضل سيدي ولا بس. الحب ليه عمر؟ علاش 2000 على عمر؟ لا 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 ليه ما عندوش عمر؟ هو كان ترتيب اسئله والله مش تيلي بجدك معناه. بالعكس انا نفرح ياسر نحكي بتجربتي معناه. ليه ما عندوش عمر؟ فما وضعيات، فما علاقات تتخلق فيها محبه، صديقه، ولدك ولا بنتك، معناها كل محبه وعندها القوم تاعها معناها الخاص.
وبلاش محب العبد ما نجمش يعيش، معناها باش تجي وقت ايا كهو توا فيل وقت ولا كبرنا وفيل الحب. بالعكس هو الموتور، نقولوا احنا نتاع الدنيا ونتاع العيشه، هذاك الموتور بالحق نتاع كل شيء. احنا في الخدمة نتاعنا، سامحني باش نطول شويه، مسلسلات الناجحه والافلام الناجحه هي اللي فيها برشا حب بينات الممثلين، بينات التكنيسيان، هذيك فريمون ويتشاف الحب، يتشاف في الاكران. سي تري امبورطون الحب، لا عنده لا وقت ولا عنده عمر. انا حسقف لك، انا حسقف. ميرسي كل توجد عليك. يعقوب حبيت كم مره في حياتك؟ وانجزوا بصراحه وما تكذبش. ايوه انا مش راح نقول لك حبيت كم مره في حياتك، انا نحب انسان اللي يحب الناس. وايمن يحب كل الناس، قول لي علاه. نديلهم كامل ورده 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 ونسى روحو. انا نحبك ونعطيك هديه. يا حبيبي حبيبي قلبي انت الله حبيبي يا عقول، ربنا يخليك. انا حسيت نوفر الحلقه تخدم الواري. هربت من السؤال، انا هربت من السؤال. الحمد لله يا ربي هربت من السؤال. هربت زي الفل. جبت لك الاكس نتاعك تصفيقه. الحمد لله. انا ايه؟ تو انت سالتهم الكل. انا بطبيعة ما بتسالنيش. يعني لازمش تسالني. ما عنديش اكس. ما عنديش اكس. انا حب روحي. انا هقول حب. قديش ليه ليه؟ قديش من مره حبيت في حياتك؟ انا مراتي تونسيه خلي بالك، فيعني ممكن سامحني مدام مش هخش البيت. بس انا عايز اقول حاجه، عايز اقول حب. حب ابوك، حب امك، حب اخواتك، حب اصحابك، حب شغلك، حب المستقبل وحب الحاضر وحب اللي فات وحب الحب. يعني وعايز تكون انسان وحب بلدك. اول حاجه عايز تكون انسان لازم تحب. السلام عليكم. اكيد. الليلة بالكمشة باش تكون سبيسيال شوية، خلينا نشوفوا نوسة مع شكون عدت سان فالونتان في بالكمشة. عسليمة، أنا نوسة جيتكم اليوم في بالكمشة. أنا ديما فرحانة بخدمتي، أما اليوم أنا فخورة بخدمتي. حاسيلو أحسن عيد حب أنا نعديه هو العيد نتاع السنة. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بالحب وربي يكبر قلوبكم، خاطر الحب راهو كله سلام. شنو هو الحب؟ حب بحر كبير وطويل وعريض. حطني فلوكة في البحر خل نعرف. بون مالي باش تبع الحب. إي إذية. ليه تعبي يا استاذ؟ فوق ما تصور يا اخي. روح عند ديما عند الروتا، الناس عند الروتا في الهبطه، هو في الطلعه، هو الناس في الطلعه هو في الهبطه عند الروتا. الحب مشي مع امي الله يرحمها. عاش حب هذاك هو عندي في حياتي وفي دنيتي. ما نقول لك انا الاثنين ميتين، ما عزليش منهم هما في الدنيا لا أولاء عندي بناتي، لكن نحب أمي وبابا أكثر حاجة. هذاك هو اللي نعرفه الحب. نعرف شيء على الحب، مش على روح الحب. في بينا مش على روح. وقبل شنو تعرف عليه؟ بكري حبيناه وهذا خدينا بعضنا وكنت منزدر أنا وياه، هزر نهزر فيه بالحمل ورد فيه بالحمل. كيفاش يعيشوا هنا المسنين عندك؟ لهنا أنا عندي في المؤسسة مع 54 مسن. إحنا يعيشوا لهنا كل أسرة واحدة. شنو تعرف على الحب؟ الحب هو أساس الحياة. هو الله بعيجة. قولي شوية كلمة حلوة. ولعبك حلو كان نغسل لك الموت. الله الله. ولا لا نعرف الحب عليه. ما عرستش؟ ما نعرف. لا عرفت. كيف عرست بلاش حب؟ راجل واعر لا يحب حب ولا حب شي تلتف بعيط. وانت تحبه ولا؟ نحبه يا رحمة. وينو الحب؟ الحب مشى على روحه فرق بر. كان رويجي يا سعد يعرض له الدربوكة، البطيخة، الدلاعة، الخبزة، يقول لي الشيخ يا تلمة العزيزة. يا عشقين رسول الله صار Yeah.
اي مدام هي لايكيب تو نوف حبيت تعطيك هذه زميلنا حسيلو حبيت نقولك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالحب هذا عيد الحب 14 فيفري انا حبيت نعدي في دار المسنين وان شاء الله ربي يحنن القلوب على بعضها المسنين الكل ميرسي نوسا بالحق بكيتنا الكل حنان حاجه مؤثره مؤسف المسنين كنت ديما نمشي محليهم كلهم عايشين عائله واحده ومش مره في العام لازم نقول نحب بعضنا والله وربي يخليهم الكل اكيد وجهها دوك الناس اللي عاشت وتعدى عليهم تاريخ وتعدت عليهم حكايات محلية الخلاصة المحبة حاجة يتعاش به تحسهم هكا ساعات تحسهم دنكسين ساعات حزينة مش على خاطر لا قلة ماكلة ولا قلة لبسة ولا قلة لهوة لا لا المحبة ما فماش شكون يحبهم ما فماش شكون يعطيهم روح فماش موتور حلوة ذاك هو ذاك هو الموتور نتاع الدنيا نتاع كل شيء دونك ربي يفضلهم وربي ربي يخليهم يا ربي ربي يطول في اعمارهم الكل ماهي انا الناس هذوما معناه اللي في دار المسنين نحب نقول للشعب التونسي الكل راهو تنجموا تطلوا عليهم في كل وقت وتنجموا توريهم محبتكم خاطر هما كما قالت وجيها ما همش مستحقين حتى شيء هما ديجا معناه ديليسي سي دي جان اللي متروكين سامحوني في الكلمه هذية احنا نجموا معناه يكون من باب الصدقه واجمل صدقه هي كونك تمشي تساند برشا عاطفه وبرشا محبه الناس هذوما انت هاكريت ديجا نوسا قداش فرحوا بها ويشطحوا ويغنيوا وعملوا برشا جو يعقوب عجبتني المراه اللي قالت مش عجبتني قاسني لومو شغل ما توشي قالت الحب وفا مع والديها يعني وهي راهي في دار العجزة ولا دار الشيخوة كما نقولوا حست بلي انه ما نقدروش نسمحوا انا ماني حاب نشوف هاد العباد كيفاش قدرت تسمح في والديك يعني شيء مؤسف كيفاش لحقت لهاد الدرجة يعني انه والديك اللي حطوك فوق هاد الدنيا تخليهم تتركهم يا شيء مؤسف وانا في الجزائر مشيت الديار العجزة تلقاهم قد محلاهم ويحبوا الناس ويفرحوا كي ما يهمهمش انك تمد لهم فلوس ولا هدايا جيت تحضر معهم واسمع لهم واحكي لهم سيتو هذا ما كان ونطلب الناس انهم زوروا ديار العجزة هي مش ما تطلبش مجهود كبير نص ساعه ساعه من وقتك تدخل شويه اهتمام وكهو بلزير يفرحوا بالناس اللي زوروهم وان شاء الله يا ربي ما يكونش عندنا هذا الحاله امين يا ربي يعقوب انت تو باش تجيب حذايا على خاطر عندك ما تحكي لنا زيد على عيد الحب هكا ولا تفضل ايش على اليسار مش عيد الحب لا لا على شنو على ليزاكسيون معنا اثنين يعني من الكوب اللي راهم كيما نقولوا توندونس في الانستغرام مثال يعني حاجه تشرف وتكونوا مثال تمدوا دائما احسن صوره للعلاقه بعد وقبل الزواج ايه يعني مشيت للجزائر انت ولا جامي علاه ان شاء الله نمشي مش نحب نمشي مش ما نحبش معنا عاملين بروجرام ولا عاملين بروجرام مش نمشي مرحبا بك في الجزائر ان شاء الله بون انتما باينين تمشوا كيما نقولوا كيف مرحبا بكم في الجزائر باش نعطيكم الجمله انتم الزوج انتم الاثنين بتزيريه وقول لي واش فهمت قول لي واش فهمت على حسب الفهمه تاعك فهمتني اوكي بصح علاش راك دير في السمير راح دير علاش راك دير في السمير علاش راك دير في السمير في السمير وتسمع في الغاشي يا واحد الجايح يا واحد الجايح جايح خليهم الزوج علاش راك دير في السمير وتسمع في الغاشي يا واحد الجايح هذا كاع على خاطر القنينه ديالي كلات زروديه من عندك هذا كاع فهمناه كاع تعرفوها ما
فهمت والو. عجبتني الدير في السمير، حسيتها تونسية. دير في السمير، دير في السمير، تعمل في الزيت. مخداد راه يبيع لها مخداد. الفوسكا. صح معليش نبداو بالعقل، أعطيني واش فهمت من الكونتكست. من الكونتكست أبوبري وين راهو يدور. واش تقول هكا واش حسيت أنت؟ حسيته واحد يلوم في واحد على صحيح. على حاجة ما يلزمش تتعمل. صحيح. هكا مفهوم. أنا حسيت واحد عامل شوها خاطر دجاجته كليت درشنية من حاجة نتاعو حسيت. أرنوبة. فوالا هاي هاي فسر لنا توا بالدجاج. شنو كليت الزرودية. الزرودية. شتيك الأرنب. الأرنب شتيك. فنارية. فنارية. فسر لنا. سما نروحوا بالعقل، علاش راك دير في السمير؟ سما انه يلوم علاش راك دير في الفضايح سما تسمع الناس علاش تعمل في الفضايح وتسمع في الغاشي الغاشي حنا نقولوا الناس العبد هادو كان وتسمع في العبد علاش تعمل في الخايب وتسمع في العبد يا واحد الجايح ماشي عليك اسمح لي يا واحد البليد سما واحد جايح كما تقولوا انت حاشيكم الكل هذا كاع على خاطر القنينه اللي قالت مها الارنب باش تقول خاطر الارنب الارنوبه الارنب ولا الارنوبه كليت حبه زروديه من عندك كليت ترفس في النيريه من عندك هذه صح يعني الاثنين كيف التونسي كيف الجزائري قول لي واش حاب يقول يعني الاصل تاع الكلمه السفناري السفناريه السفناري اه منين الاصل تركي جزائري زرودي ها يعني فاهم وين زرودي انا مش فاهم من جات زرودي عاد حبه زروديه من عندك فهمتك واش يربط تمشي الجزائر ولا ما ماشي الجزائر تاو بعد الجمله هذه تاكل زروديه شنو دير السميع شنو دير السمير خويا كاع لي لابان يعطينا الجمله من بعد يعقوب لا باش هالجمله انا باش نرجع انا بالتونسي بيان سور يعطينا وليت زعماك تونسي وليت بروفيسيونيل شويه مش برشا علاش تعرفي شو قدام الناس هذا الكل على خاطر الارنب كليت السفناريه تاعك رد بالك تعاودها واش رد بالك تعاود تحس انه في مجهود لا لا هي لا فاسون اللي قلتها كي يقول عليك فرحان اش بك عملت هكا نورمالمون اش بك حلبت عليا هاني فرحت انك تعلمت ماشي من اللي فرحان ليه نقول لك انا بالفاسون تاعي امشي امشي الزيني عايشك عايشك عامل هالبوبلي هذا الكل على خاطر الارنوبه كليت كعبه سفنيره من عندك اش كان عليه ميرسي يعقوب ميرسي يعقوب برافو ميرسي بوكو يعقوب هكا كل مرة تتعلم حاجة بهيلك تكسح نرجو نحكيو على الحب فما برشا ناس خليني نكون صريحة معكم ديما هما اللي يبدو معنا هما يكونوا سبب فرحتنا اللي هما بيعت الورد اللي مزينين شارع لحبيب بورقيبة الكل بالمنظر المزيين وبمناسبة عيد الحب ضحى النجار حبت تكرمهم وتفرحهم على طريقتها نشوفوا إيش عملت في التقرير اللي بشو شوفوتها بمناسبة عيد الحب هبطنا لشارع لحبيب بورقيبة تحديدا مشينا للي فلوريست اللي غادي شرينا من عندهم بوكي دو فلور هذا باش ندورو عليهم بالواحد بالواحد ونهديو لهم الورد على خاطر هما ديما يفرحونا في مناسباتنا السعيدة ويوفروا لنا الورد المزيان وانت فما شكون عطاك وردة؟ ليه علاش؟ تخويري من عندي يا سي تخي جونتي يعطيك الصحة ميرسي بوكو يعيشك انت ما في بالك اللي احنا بمناسبة عيد الحب فريق برنامج تونوف شعبة لي فلوريست في كرامهم يهديو لهم الورد احنا باش نبداو بك انت النوارة هذه منا ليك انت من عندي انا ليك انت ساعة لا هذه ليك انت مشكل باهي يعطيك الصحة ميرسي بوكو يعيشك ربي يعينك يعيشك سي تخي جونتي عسلامة احنا فريق برنامج تونف على قناة التاسعة حابين بمناسبة عيد الحب نكرموا لي فلوريست ونهديو لهم الوردة هذيا يعيشك ربي يخليك احنا فريق برنامج تونف على قناة التاسعة بمناسبة عيد الحب حابين نكرموا لي فلوريست ونهديو لهم وردة يعيشك يعيشك ان شاء الله ربي يعينك يعيشك
احنا برنامج فريق برنامج توناف على قناة 9، حابين بمناسبة عيد الحب نكرموا لي معناها لي فلوريست ونهديو لهم وردة. نهاركم زين، يعيشك. احنا فريق برنامج توناف على قناة 9، حابين نفرحوا بكم بمناسبة عيد الحب ونهديو لكم الوردة هذه. يعيشك ربي يخليك، انتم ديما تفرحونا في المناسبات وتوفروا لنا ورد مزيان برشا. مرحبا، يعيشك. يعيشك ربي يعينك. عايشك على السلامة. احنا فريق برنامج توناف على قناة 9 بمناسبة عيد الحب، حابين نهدوا للي فلوريس ونفرحوهم ونهديو لهم كل واحد وردة. ميرسي روحان نجار، شكولكم محليها محليه الجيست، على خاطر لي فلوريست هما اكثر ناس عندهم امباكت كبير في المناسبات نتاعنا، في اي حاجه يلزمنا ورد. قربوا يفدوا خويا، قربوا سكروا، شوف كالطلاق وتشوف كل اللي تعارك ماشي رضي مرته، واللي مسكين قاري حسابه يقول تنعمل عمله نهار السبت ونهدي لها ورده نهار الاحد، قعد غادي فهم شيء. حاسيلو يرضيهم كل بالشوكولاته يصبحوا كيب. حاسيلو حاسيلو تتفاد ليك الورده. تحس ديما ننسى الاسم. فهمي فهمي ريت بربي ديما مهدي وفهمي، عندي مشاكل مع الاسامي. فهمي دوك مريومه ترضى بالورده كهو؟ تحبوا مش كهو ليه؟ ليه ها؟ باش تكون صريح. ليه؟ تفرحها الورد بالحق، تحب الورد، مش كهو ما يجيش وحده الورد راه. انت تحب الكادويت دو فالور ولا الورد اكثر؟ خاف نسيت نقول لك انا ورده يزيد تكفيني، سي لو جيست كي كون. شكون هذوما؟ عمري ما سمعت بهم. والله سمعت. انا جو بريفير معناها يهدي لي توال اكريليك فاز ميو كو مثلا مثلا خاتم ولا ذهب ولا حاجه. مش جوي جمله معناها انت مش جوي جمله. انت عكس وجهه، ما تحبش الفضه والذهب. خروج حاجات هي ما حاجه فضلك عادي. ما تحبش فضه وذهب؟ اي محليها انا غنيه ونحب هديه، ما يسالش تجيبي فضه وذهب ونواره وكتاب ونحب وشوكولاته وكل شيء. حتى اللي عندك اللي عندك كل شيء في الهرم ما يسالش حتى كي تجي تسمع فيا عاد مقداده. هو اكيد الكادويت محليهم وطريقة الهدية وطريقة كيفاش أنك تقدم الهدية هذيك المحلية وذيك الأحلى. كسوسوا وردة، كسوسوا شوكولاتة، كسوسوا فضة، كسوسوا ذهب، حتى كلمة حلوة محلية في وقتها جوستما. حتى ما نعرفش مرسيدس خويا مرسيدس منيح فيهم حتى مثلا دار حكاية ما نعرفش. حتى أباغ سان فالونتان فما ساعات تبدا تجيك مفاجأة محلاها ما تعرفش عليها شنو هي، حاجة تحبها، حاجة سمبوليك. هذاك هو معناها اللي نحكيو فيه الكل، وهذاك هو المهم أكثر من الكادوات، من قيمة الكادو. بالنسبة لي أنا الفالور مورال نتاعو أكثر من القيمة نتاعو، ما نعرفش ثمينة ولا مش ثمينة، أون سون فو. طريقة تقديم الهدية هي الأهم. وأنا من المنبر هذايا نحب نقول لكم نحبكم، نحبكم برشا، نحب عائلتي، نحب اصحابي الكل، نحب الناس اللي تحبني الكل وزيد اللي تكرهني، ما عندي حتى مشكله. دونك ميرسي بوكو، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بحلقه الليله. احنا هكا نكونوا كملنا، احنا هكا نكونوا كملنا تونس. قبل كل شيء نحب نشكر ميرو على المكياج الحلو هذايا، نحب نشكر احلى كسوه ريم غربي على الروبه المزينه هذايا، واكيد باش نعطي توا كلمه الختام المهاء. نحب نقول اللي انا نحب الناس الكل اللي يتفرجوا فينا واللي يسهروا معنا وضيوفنا اللي شرفونا اليوم والناس الكل والعالم اجمع. انا نحب، انا الله غالب ما نجم كان نحب. نشكر مليك صديري على المكياج الحلو، نشكر فيروز عياري على شعري الحلو توسيع بالها زاده معايا، ونشكر موني كازا نيغرا على هالبرنوس الحلو غوفيزيتي. وتلقاو بوكو دارتيكل ان شاء الله في كازا نيغرا في حلق الويت كازينو اللي عملتهم سبيسيالمون للمناسبات هذيا لسان فالونتان. صح مقديد. والله انا كالعاده نشكر مؤسسات سلام مسيو للملابس اللي هو لبسني كالعاده وديما لاهي بيا. سلام حاجه عظيمه وفنان كبير، وبالمناسبه ذي بمناسبه عيد الحب نقول لهم حاجه بركه كما قالك الفنان الكبير ايلي شويري، يا ناس حبوا الناس. الله وصى بالحب. ميرسي مقديد. نمشي معاك مريم.
ساعة نورتونا أنت وفهمي فرحانين برشا اللي انتم بحضنا الليلة. إن شاء الله ربي يكثر منكم لي كوبل. إن شاء الله. بقينا نحب نقول قولوا كلمة نحبك مش كان في عيد الحب. مثال كي تقوم نهار صباح تقول لأمك نحبك وهي تعبة وتحضرك في فطورك، ولا كي تقوم صباح تقول مرتك نحبك، ولا تقول قول فهمي نحبك مثلا، ولا أي معناتها قولوا نحبك ديما مش كان في عيد الحب معناها. ونحب نشكر روحي على المكياج المزينة واسمها دوحة على الغاب. صح حنان، ميرسي السوربريز الحلوه اللي جبتوا لي ولدي يوسف، ونحبه هو ولطيفه صاحبتي اللي جبته زيدا. ونحب نشكر دالي جويدي على المكياج، بوبا ميلانو، للا ميك اب نصر، فيروز ومعززة، وتحبني انا زيدا، ونحبك انت هذيك، وتشكر مقديد. نشكر مقديد. شو تحبني انا؟ انت مضروبه في انا مش تحبني. ولدي ديكلاراسيون دامور هذيا. ديكلاراسيون دامور دايك. وإلي ساغ زينب شيبوب اللي عملت لي هذا الفستان بالحلو. صح صح صح. نمشي معك يعقوب، كلمة الختام. كلمة الختام، إذا بمناسبة عيد الحب اللي صحيح يقولوا هو إنه مش يوم فقط، بصح تبقى مناسبة، تبقى مناسبة نقدروا نستغلوها، مش يعني الحب بين رجل ومرأة، حب بين أصدقاء، حب مع الوالدة، مع الناس اللي تحبهم، نقول لهم استغلوا هذه الفرصة وتصالحوا وحبوا كامل الناس. حبيت نقول لكم بلي نحبكم، نحب كامل التوانسة، كامل لي زالجيريان، وإن شاء الله الأسبوع الجاي. باي باي. أكيد. وجهها. كالعادة نحب نشكر الناس اللي تبعوا فينا، إي سيرتو الناس اللي يبعثوا لي انتقاداتهم ونقدهم، نقول لهم بارك الله فيكم، ميرسي بوكو، ان شاء الله نكونوا ديما على حسن الظن. نحب نشكر بيان سور فيروز عياري على شعري، ومعز شابي كيف كيف على المكياج، هيبه عروبه. بمناسبه عيد الحب نقول لاصحابي الكل اللي موجودين لهنا، راني ياسر نحبكم وفرحانه برشا اللي انا معاكم، وربي يداوم عشرتنا. ونحب نقول ولدي راني نحب امير معارف. تمشي معاك فهمي؟ ميرسي بوكو على الاستضافة هذيا، محليه جوكم كل محليكم. كان على الحب مش كل كلمة واحدة على الحب، معناها مش كل مرتي نحبك وكا. لا قولها بالكدا، لا 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 قولها بالكدا، اغزر لها في عينيها. نغزل لها في عينيها. صحيح. ونقول لك نحبك ونحب زيزو زيد ولدنا. ان شاء الله ربي يفضل لكم يا ربي. امير تحب تقولي نحبك؟ حبيت نقول هذا يتفاد لي كم وقت. اسمعني انا بالحق اول مره باش نشكر عبد معنا في الاميسيون، ماي دريسينغ كود ايمن زكي اللي لبسني صاحبي واسيري، ونقدم له تحيه. قلت له اليوم في الخفيف، قلت له ايمن ما نصدموش على العباد هكاك بلبسه تجهر، قلت له بدو في الخفيف بول محلاه معناها ديجا وقتاني سامباتيك. مازلنا بطل نشوف الابداعات، شوف تو الريق اختي. نحب نقول لمرته زاد نحبك. انا زيد خليش وحده. انا زيد فرحانه برشا بحلقه الليله، فرحانه برشا اللي انتم معايا، وفرحانه برشا اللي احنا نحبوا بعضنا كي خاطر احنا بالحق عائله. ميرسي بوكو. أما قبل كل شيء باش نسمعوا كوكتيل مزيان من عند كاظم الحركاتي. باي باي. حني على الغلبان، الميه في ديكي محسوبك عطشان. قال يا بنت السلطان حني على الغلبان، الميه في ديكي محسوبك عطشان. اسقيني اسقيني اكتر، الميه في ايدك سكر. اسقيني اسقيني يا شبه، الميه في ايدك سكر. محسوبك عدوية بحب الرقصة دية، ويموت في الحلاوة والرقصة العسلية. قال محسوبك عدوية بيموت في الحنية، ويموت في الشقاوة والصحبة العسلية. رقصها رقصها شوية، أنا موت في الصحبة دية، يا عيني على الحلوة دية، وأنا موت في الصحبة دية. رقص رقص يلا يبا
باتاتي باتاتو رقصني يا جو يا حبيبي يا عيني يا مصغر عيني قولي وجودك يا ابو سمرة يا حلى الصغر بالليل والحلو بيطول عمره وغني عيني ليل المغنى حياتي الروح اشفي القلب المجروح يلا هنرقص ونغني نعيش بأحلى الجن مات يلا 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 مات يلا 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 يا مزيكا ويلا بينا يلا ويا حبيبي يلا ونفرح ونقول ما شاء الله ويلا بينا يلا يا حبيبي يلا ونفرح ونقول ما شاء الله يلا بينا على طول وخلي لنا يطول يلا بينا على طول وخلي لنا يطول يا ويلي يا ويلي يا ويلي قولوا ان شاء الله ويلا بينا يلا ويا حبيبي يلا ونفرح ونقول وما شاء يلا والليلة عيد الليلة عيد الليلة عيد الليلة عيد فرحة فرحة والعمر جديد العمر العمر جديد الليلة عيد الليلة عيد الليلة عيد الليلة عيد فرحة فرحة والعمر جديد العمر جديد العمر جديد الله ربي يتم علينا أفراحنا ويجمع شملنا أفراحنا في ليلة الزينة يتم الغنى والليلة ليلة ليلة الليل عيد والليلة عيد الليلة عيد الليلة عيد الليلة عيد فرحة فرحة والعمر جديد العمر جديد العمر جديد والعمر جديد العمر جديد العمر جديد العمر جديد